كل الخسائر في هذه الحياة قابلة للتعويض، إلا أن تخسر سنوات من عمرك باحثاً عن رضا الناس. لا أحد يتغير فجأة، كلما في الأمر أننا في لحظة ما نغلق عين القلب ونفتح عين العقل، فنرى بعقولنا حقائق لم نكن نراها بقلوبنا. كن على طبيعتك، لا تقتل ذاتك لأجل أحد، فكل كلام الناس ما هي إلا آراء وليست الحقيقة. سيأخذ الجميع نصيبه من الحياة، سعادة وحزن، نجاح وفشل، قلق ومرض، لقاء وفراق، فلن يفوتك أي شيء قد كتبه الله لك أو عليك. فقم بالرضا بما قسمه الله لك وقم بحمد الله دائما. استفد من جميع الناس، الكبير والصغير، المتعلم والجاهل، ولا تحتقر رأي أحد أيا كان، فقد يكون لديه من سداد الرأي ما يفوق تصورك. الإنسان الذي تهون عليه نفسه فهو على غيره أهون. أصعب لحظة تلك التي تأخذ فيها قراراً يؤلمك ولكنه صائب. إذا لم تجد من يقوم بإسعادك فقم بإسعاد نفسك، وإذا لم تجد من يضيء لك قنديلاً فلا تبحث عن شخص قام بإطفاء قنديلك، وإذا لم تجد من يهديك وردة فلا تبحث عن من قام بطعن قلبك بسهم وتركك تتألم. في هذه الحياة ليس أمامك إلا أن تتعلم أو أن تتألم. ضع الضفدع في كرسي من ذهب، ستجده يقفز للمستنقع، وهكذا بعض الناس مهما ترفع من شأنهم سيعودون للمكان الذي أتوا منه. إن الحياة تعني الابتسامة، ولكن ليس في أوقات سعادتك، بل في أشد أوقاتك حزناً وألماً. أبقوا على المسافات بينكم، فعندما نقترب أكثر من اللازم نكتشف أكثر من اللازم، ونتألم أكثر من اللازم، وننجرح أكثر من اللازم. أصعب معركة في الحياة هي أن يدفعك الناس إلى أن تكون شخصاً آخر. هذه هي الحياة، سواء قمت بقبولها أم لم تقبل. لن تتعافى دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنضج دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد. في هذه الحياة قم بالاهتمام بمن يهتم بك، وبالنسبة للبقية فمجرد رد التحية عليهم فقط يكفي. لا تجزع من جرحك، وإلا فكيف للنور أن يتسلل إلى باطنك؟ المشكلة أننا ما زلنا لم نفهم الأصناف العديدة من البشر بشكل جيد، ولم نستطيع التفرقة بين من منهم مجرد معارف، ومن منهم أصدقاء، ومن منهم الجديرون بالالتفات لكلامهم. لم يعد صمتي مجرد استسلام، بل هو بركان ينتظر الأوان، فلا تفسر صمتي بأنه انكسار، بل هو الهدوء قبل الانفجار. الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قساوته زهرة، فلا تحكم على الناس من أسمائهم وأشكالهم، بل أحكم عليهم بما تحويه قلوبهم. لا شيء يجعلنا كبارا أكثر من التجربة، ولا شيء يجعلنا أكثر صمتا كخيبة الأمل. مع الزمن يتحول الألم إلى حزن، ويتحول الحزن إلى صمت، ويتحول الصمت إلى وحدة عظيمة وشاسعة كالمحيطات المظلمة. إنما تم كتابته لك من رزق يعرف طريقه إليك أكثر مما تعرف طريقك إليه، فلا تندم أبدا على فوات الرزق، فإنك ستأخذ ما كتبه الله لك كاملا. حتى تتمكن من العثور على ذاتك، ابدأ بالتفكير في نفسك. نحن نتقابل مع الناس كل يوم، ولكننا لا نتقابل مع أنفسنا إلا نادراً. مواقف الحياة لا شك في أنها قد تؤلمك، ولكن من خلال تلك المواقف ستعرف أنك كنت على نيتك أكثر من اللازم. في تلك الحياة قمت بتعلم القوة من اللحظة التي قمت بالضحك فيها، في حين أنه كان يجب أن أبكي. Subscribe
Hit that notification bell and let's embark on a journey through the ages together. Ancient Wonders Unveiled awaits you.